خاصه اهل الاهالي يعني الكبار ان الوسط مو زين مو زين. فانا يعني قعدت معاهم قناتهم ترى كل مكان فيه زين والشين فيه الشين، كل واحد وتربيته، كل واحد هو شنو طبعًا. وين ما ينقط انت تربيتك شنو، انت منطقك شنو، تفكيرك شنو، هم ما كل واحد يعرف شلون يحافظ على نفسه. هذا المجال في ريال ومره يشتغلون لساعات متاخره من الليل، ايوه اكيد لازم يدش الغلط، مع انه ترى على فكره الدكتوره قاعد تتعرض هذا اللي انا قلته. هذا اللي انا هذا اللي اقنعت فيه الوقت. بالضبط، احنا لان احنا جارتنا عندنا دكتوره فترد ساعات الفير، فقلت لها لما ترد الفير عادي ما تقولون شيء، تقول هي من المستشفى. قلت لها حتى التمثيل شغل ترى، مو ترى لا يستهان فيه طبعا. فشوي شوي يعني بلشت مهرجانات، شافوني خذت جائزة ما شنو، استأنسوا فلين الحمد لله اقتنعوا. حلو، يعني قدروا يقتنعون فيك وقالوا يلا خلاص كيفك. اي بس طبعا في اشياء للحين هم مو راضين عليها، مثل يعني مثلا ما يرضون ان انا اكون بمشهد بالفراش مع واحد يعني ممثل نايم. بس في غيرك يقبل كيفهم، وحتى انا هذا انا مرضى يعني. انا ترى كل مخرج اشتغل معاه اقول له ترى انا هذا المشهد ما اقدر اسويه. اي حتى لو ما في مشهد في المسلسل نهائيا قبل لا اقرا اقول انا هذا الشيء والله ما اقدر اسويه، انه يجي سني كذي ولا هذا. اما اي بس حتى في الدراما السابقه يعني القديمه تلاقي مثلا سعود عبد الله قاعد على الفراش، الريال واقف، صح. هي تكون واقفه او قاعد على الفراش يعني في قبل قبل ترى ها في قبل شويه مو وايد بس في بس بالسابق كانوا يعني في احد يهاجمهم، ما كان المجتمع بسيط مختلف بسيط. اي الحين والله لو شنو تسوين مي بتقوم عليك الدنيا وما تقعدها. وفي ناس